السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، الامتحانات الوزارية لجميع المراحل جرت بانسيابية وانتظام وهو الاعلى منذ سنوات، واثارت الاشكال على سؤال فكري من مجموع 6 اسئلة وعلى مادة من 6 مواد هو امر طبيعي. اسئلة السادس الاعدادي كما باقي المراحل كانت منهجية ومعيارها انها من داخل المادة المقررة، وطبيعي ان تراعي الفوارق بين الطلبة. تهويل الامتحانات والضغط على الطلبة غرضه تجاري، وهناك من يدفعهم الى التذمر بسبب عدم مجيء مرشحاته وتوقعاته للأسئلة. ندعو أولياء الأمور إلى التقليل من الضغط على الطلبة. النظر للعملية التربوية بشمولية وعمومية أمر غير صحيح ولا دقيق، ولدينا تباين ومستويات مختلفة، وهناك مدارس موسى ونوعي وطلبة متفوقين ومعلمين أكفاء. الوزارة وضعت خطط واستراتيجيات تربوية لطلبة المراحل المنتهية لمواجهة الضغوطات النفسية التي تمارس عليهم خلال الامتحان الوزاري. الوزارة استمعت وراعت طلبة المراحل غير المنتهية بإضافة 5 درجات جديدة عبر هيئة الرأي لمعالجة الحالات الحرجة، واعتبار تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى مكملين لأداء الدور الثاني. الحرص على الدرجة الكاملة حق، ولكن الدرجة الحقيقية للقبول تقاس على أساس المستوى العام للمعدلات. التربية تفتتح باب الترشيح لقناة المتميزين. افتتحت وزارة التربية المديرية العامة للعلاقات الثقافية باب الترشيح لقناة المتميزين للعام الدراسي 2024-2025 بحسب وثائق حصلت عليها عدة وكالات. فجاء في الوثائق أن يكون التقديم وفق الضوابط العامة التي تسمح للحاصلين على شهادة الدبلوم التقني إكمال دراستهم الجامعية الأولية البكالوريوس وخريجي الإعدادية بفروعها كافة التقديم إلى معاهد الجامعات التقنية، وأن آخر موعد لاستلام استمارات الترشيح ونهاية الدوام الرسمي اليوم الأربعاء الموافق 17 تموز الجاري.